بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 152. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في باب الطلاق في الماضي والمستقبل. في فصل عقده قال فيه: وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا في بيان أحكام تعليق الطلاق على الشروط. إذا علق الطلاق على شرط مستحيل، مستحيل الوقوع، فإنه لا يقع. فإذا قال أنت طالق إن طرت، يعني إن طرت بنفسك، لأن هذا مستحيل أن الإنسان يطير بنفسه، لأن الله لم يخلقه طائرا. فإذا قال أنت طالق إن طرت لم يقع طلاق، للعلم بأن هذا الشرط لا يقع، فلا يقع الطلاق. أو إن قلبت الحجر ذهبا، هذا تعليق على شيء مستحيل وقوعه، فلا يقع الطلاق أبدا، ووجود هذا الطلاق كعدمه. إن طرت أو انقلبت الحجر ذهبا أو أو صعدت السماء، أو صعدت السماء، أنت طالق إن صعدت السماء لم تطلق، لأنه معلوم من الأول أنها لن تصعد إلى السماء بنفسها، والمراد بالسماء هنا العلو، فالإنسان لا يستطيع أن يصعد بنفسه، فمعلوم أن هذا شرط مستحيل فلا يقع ما علق عليه. ونعلم أن المراد إن طرت أو إن صعدت السماء يعني بنفسك، أما لو طارت في طائرة، اليوم وجدت الطائرات، نعم، أو صعدت إلى السماء، أي إلى العلو، وارتفعت بالطائرة، فهذا هو ليس هو المقصود، لأنها لم تطر بنفسها وإنما طارت بواسطة. نعم. وتطلق في عكسه فورا، وهو النفي في المستحيل، مثل اي نعم، تطلق في عكسه فورا. اذا قال انت طالق ان لم تطيري، او ان لم تصعد السماء، او ان لم تقلب الحجر ذهبا، فانها تطلق في الحال، لانه معلوم نفي انتفى هذا الشيء، فيقع الطلاق لانه علق على النفي، والنفي معلوم، لأنها أنها لن تطير ولن تقلب الحجر ذهبا ولن تصعد إلى السماء، فيقع الطلاق لحصول الشرط. نعم. قال هنا: مثل لا أقتلن الميت أو لا أصعدن السماء ونحوهما. كذلك إذا قال أنت طالق لا أصعدن لا أقتلن الميت، لأن قتل الميت مستحيل، الميت ليس فيه روح حتى يقتل. أو لا أصعدن السماء، يعني علقه على وجود الفعل، علقه على عدم وجود الفعل، على عدم وجود الفعل. وعدم قتل الميت وعدم صعوده إلى السماء هذا مستحيل، فهو معلوم انتفاؤه، فهو علق الطلاق على انتفائه، وانتفاؤه حاصل ومعلوم، فتطلق في الحال. نعم. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. نعم. إذا قال لها أنت طالق اليوم إذا جاء غد، هذا لغو، لأن غدا لا يأتي في هذا اليوم،
فانتفى هذا الشيء معلوم بالبداهة فلا يحصل طلاق. نعم، وهو علقه على شيء مستحيل وهو مجيء الغد في اليوم. نعم. وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال. إذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو في هذا اليوم فإنها تطلق في الحال، حال التلفظ، لأنه يصدق عليه أنه في اليوم، لأن كلمة في اليوم أو في الشهر تصدق على كل لحظة منه من أوله إلى آخره، فيقع الطلاق في أول لحظة منه. نعم. وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله. إذا علقه على زمن مستقبل، كان قال أنت طالق في غد أو في يوم السبت أو في رمضان، فإنها تطلق في أول ذلك الزمان الذي علق وقوع الطلاق فيه، فتطلق في أول بطلوع الفجر يوم السبت، وتطلق عند رؤية الهلال من الشهر أو من رمضان. نعم. وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل. إذا قال أردت آخر الكل، نحن قلنا تطلق في أوله، لكن لو قال أنا ما أردت أوله، أنا أردت أنها تطلق في آخره، في آخر يوم السبت، في آخر رمضان مثلا، في آخر الشهر، فإننا نقبل هذا حكما، يعني دين بمعنى أنه يقبل حكما لأن اللفظ محتمل. وأما في ما بينه وبين الله فهو على حسب ما نوى. نعم. وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه. إذا قال أنت طالق إلى شهر فإنها تطلق عند انقضاء الشهر، لأنه كأنه قال أنت طالق إذا مضى شهر، أنت طالق إلى شهر مثل قوله أنت طالق إذا مضى شهر، لأن الطلاق لا يمكن تأجيله، يعني أنت طالق مدة شهر هذا ما هو صحيح. الطلاق إذا وقع فإنه لا يتأجل بوقت. نعم. قال إلا أن ينوي في الحال فيقع. إذا نوى أنت طالق إلى شهر ونوى في الحال فإنه يقع في الحال، لأن اللفظ محتمل، وقد فسره بنيته وأقر بما هو أغلظ في حقه فيقع عليه. نعم. وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا. إذا قال أنت طالق إلى سنة فإنها تطلق في نهاية السنة، والسنة المعروفة في الشرع 12 شهرا، لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فيحتسب 12 شهرا من كلامه إلى تمام 12 شهر، ثم تطلق المرأة لأنه يصدق عليه السنة. نعم. فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. أما إذا قال أنت طالق السنة فإن ال التي للتعريف تكون للعهد، أي هذه السنة التي نحن فيها، فتطلق بانسلاخ شهر ذي الحجة، سواء قال هذا في أول السنة أو في وسط السنة أو في آخر السنة، فتطلق بانسلاخ ذي الحجة سواء كانت سنة كاملة أو ناقصة، لأن ال للعهد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. قال: نعم، تعليق الطلاق بالشروط. إذا قال مثلا أنت طالق إن فعلت كذا أو إن أعطيتيني كذا. نعم. قال: لا يصح إلا من زوج. لا يصح تعليق الطلاق بالشرط إلا من زوج، لأن الزوج هو الذي يملك الطلاق، فلو علق طلاقها وهو حين التعليق غير زوج لها لم يصح هذا التعليق. فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لم يصح هذا الطلاق ولا يقع، لأنه حين التلفظ ليس زوجا لها ولا يملك التعليق. نعم. فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله. إذا علق الطلاق بشرط لم تطلق قبل حصوله، لأن المعلق على شيء لا يصح إلا بحصول ذلك الشيء.
نعم. قال فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته. ولو قال عجلته، لو قال مثلا إن جاء زيد فأنت طالق، علقه على شيء مستقبل وهو قدوم زيد، وهو قدوم زيد مثلا، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، علقه على شرط مستقبل ثم قال عجلته، لم يتعجل إلا إذا كان نوى بذلك طلاقا آخر غير المعلق فإنه يقع. نعم. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، لأنه مقر على نفسي بما هو أغلظ. فإذا قال أنت طالق إن فعلت كذا أو إن جاء فلان ثم قال سبق لساني بالشرط، أنا قصدي طلاق منجز ولم أقصد التعليق، فنقبل منه ذلك لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه. نعم. وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. أما إذا قال أنت طالق ولم يتلفظ بالشرط ولكن قال نويت إن قمت أو إن فعلت كذا، لم يقبل منه ذلك، لأن الأصل عدم الشرط، لأن الأصل عدم الشرط، فلا بد من التلفظ به، ومجرد النية لا يقبل، هذه دعوة لا تقبل. نعم. وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار. هذه أدوات الشرط ست، آخرها كلما، وهي وحدها أي كلها أي كلما للتكرار، أما الخمس التي قبلها فلا تقتضي التكرار. نعم. وكلها ومهما بلا لم. نعم. أو نية وكلما مكتوب عندنا وكلها. وكلها. نعم. وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينته للتراخي. كل هذه الأدوات بلا لم، يعني إذا لم تدخل عليها لم فإنها للتراخي. نعم. مثل لو قال إن لم تفعلي أو إذا لم تفعلي، يعني أي. نعم. قال ومع لم للفور. أما مع لم فهي للفور، يقع الطلاق في الحال. نعم. إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. إلا إن إذا دخلت عليها لم، إن لم أطلقك فأنت طالق، فإنها ليست للفور ولو دخلت عليها لم، إلا مع نية تدل على الفورية أو قرينة. نعم. فإذا قال إن قمت أو إذا، هذا الذي سبق هذا تقعيد، الآن بدأ يفرع على القاعدة. نعم. فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت. أي. نعم. إذا علق الطلاق على هذا الشرط إن قمت أو متى قمت أو أي وقت قمت أو كلما قمت ثم حصل القيام فإنها تطلق، لأنه إذا حصل الشرط حصل المشروط. نعم. أما إذا لم يحصل القيام فإنه لا يقع الطلاق. نعم. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. إيه. نعم. إذا قال إن قمت فأنت طالق ثم قامت فإنها تطلق، فإذا قامت مرة ثانية وثالثة فلا اعتبار لذلك، لا اعتبار لذلك، لأن إن لا تقتضي التكرار، فتطلق في الأولى وينحل التعليق، ينحل التعليق بالمرة الأولى، والمرة الثانية والثالثة والرابعة من القيام لا، ليس لا اعتبار إلا كلما، لأن كلما تقتضي التكرار. فإذا قال كلما قمت فأنت طالق فإنها تطلق كلما قامت حتى تبلغ الثلاث فتبين منه. نعم. وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا، هذا إذا علق الطلاق على عدم الطلاق، إذا علق الطلاق على عدم الطلاق. فإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق فإنها تطلق في الحال. نعم. قال وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا ولم. نعم. تقم قرينة بفور
ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. أعدها. وإن لم أطلقك فأنت طالق، يعني إذا قال إن لم، يعني علق الطلاق على عدم الطلاق، فقال إن لم أطلقك فأنت طالق، فأنت طالق. ولم ينوي وقتا، ولم ينوي وقتا، يعني إن لم أطلقك اليوم أو غدا، يعني لم يحدد وقتا. ولم تقم قرينة بفور، ولم تكن قريمة على أنه أراد الفورية، يعني الحال، الطلاق في الحال. ولم يطلقها، ولم يطلق، هذه ثلاثة أمور. إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينوي وقتا، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة على التوقيت. ولم يطلقها، ولم يطلقها، ثلاثة أمور. طلقت، فإن الطلاق يتأخر، يتأخر إلى آخر حياة أولهما موتا. أي نعم، يتأخر الطلاق إلى آخر حياة أولهما موتا، فإذا مات هو فإنها تطلق بالموت أو بطلاقه؟ تطلق بحصول الموت، لأنه مات ولم يطلقها، فتحقق الشر، مات ولم يطلق، وهو قال إن لم أطلقك، وإن لم أطلقك هذا ممدد في كل حياته أو حياتها، فإذا مات أحدهما فإنها تطلق في أول موته لتحقق الشرط. نعم. وترث زوجة؟ نعم، لا، طلقت، يصير يصير فراقها بالطلاق لا بالموت، لا ترث، لا ترث، وتعتد عدة الطلاق لا عدة الوفاة. نعم. ولا يلحق بطلاق من طلق وهو في مرض الموت خوف أن ترث زوجته؟ لا، هذا في حال الصحة، قاله في حال الصحة، فإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق، فالوقت ممدد كل حياتهما، فإذا مات أحدهما فإنها تطلق في آخر في اللحظة، حياة أول، في اللحظة التي قبل موته أو موتها، في اللحظة التي قبل موته أو موتها تطلق بذلك، لأنه انتهى التمديد، ويكون فارقها بالطلاق لا بالموت. فإن كان هذا الطلاق بائنا فإنها لا ترث، وإن كان الطلاق رجعيا فإنها ترث. نعم. أحسن الله إليكم. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. إذا قال إن لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو إن لم أطلقك فأنت طالق، ومضى وقت ولم يطلقها فيه طلقت لتحقق الشرط، لأنه لم يطلقها. نعم. وكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثا. إذا قال كلما لم أطلقك، هذا تعليق على النفي، وأتى بكلما التي تقتضي التكرار، التكرار، فإذا وقت مضى وقت يتسع للثلاث ولم يطلقها فيه فإنها تطلق ثلاثا، لأن كلما تقتضي التكرار. نعم. قال طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. أما إذا كانت غير مدخول بها فإنها تطلق طلقة واحدة تبين بها، ولا يلحقها طلاق بعد ذلك. نعم. وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. علق الطلاق على شيئين، إذا قمت فقعدت أو ثم قعدت، فإنها لا تطلق بمجرد القيام، بل لا بد أن تقعد بعده، فإذا قامت وقعدت فإنها تطلق، أما لو قامت ولم تقعد فإنها لا تطلق، لأن المعلق على شيئين لا يتحقق إلا بوجودهما، ولا يتحقق بوجود أحدهما. نعم. وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين. نعم، إذا قال إن قمت وقعدت، فحصل أنها قامت وقعدت، فإنها تطلق
لوجودهما ولو لم يرتبا، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. نعم. وبأو بوجود أحدهما. أما إذا قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق، فهنا علق الطلاق على شيء واحد، على شيء واحد، إما القيام وإما القعود. فإذا حصل واحد منهما فإنها تطلق، إذا حصل القيام فقط طلقت، إذا حصل القعود فقط طلقت. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن. نعم، إذا علق الطلاق على الحيض فقال إذا حضت فأنت طالق، إذا حضت فأنت طالق فإنها تطلق في أول الحيض. نعم، في أول حيضة تأتيها بعد التلف. أعد. نعم. العبارة: إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن. نعم، تطلق بأول ما يبدأ الحيض المتيقن، أما الحيض المشكوك هل هو حيض أو غير حيض فإنه لا يقع به طلاق، لأن الأصل بقاء النكاح والطلاق لا يقع بالشك. نعم. وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. الأول قال إذا حضت، علقه ببداية الحيض. نعم. لكن هنا علقه بكمال الحيض، قال إذا حضت حيضة فأنت طالق فإنها لا تطلق حتى يبدأ بها الحيض ويستمر إلى أن ينتهي، فإذا انتهى وبدأ الطهر وقع الطلاق، لأن هذا الذي يصدق عليه حيضة، فالحيضة إنما تصدق ببدو الطهر. نعم. وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، هنا علقه على نصف الحيض، فتطلق إذا مضى نصف حيضتها لتحقق الشرط. فإذا كانت مثلا مدة حيضها 6 أيام فإنها تطلق إذا مضى من حيضها 3 أيام، لأن هذا نصف الحيض. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف. إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق، بهذا اللفظ، فولدته لأقل من 6 أشهر من تلفظه فإنها تطلق، لأننا تحققنا أنه حين تلفظ كان الحمل موجودا. نعم، فتحقق الشرط. نعم. وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن. إذا علق الطلاق على عدم الحيض فقال على عدم الحمل. نعم. إذا علق الطلاق على عدم الحمل فقال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، هذا تعليق على عدم الحمل. نقول هنا يتجنب وطئها حتى تحيض، فإذا حاضت عرفنا أنها غير حامل، أنها غير حامل، فتطلق لأن تحقق الشرط، إذا حاضت تحققنا أنها غير حامل، وهو علق الطلاق على عدم الحمل، وهذا لا يتحقق إلا إذا حاضت بعد كلامه. نعم. قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام. اي نعم، في البائن الطلاق، إذا كان الطلاق بينونة إنه يتجنب وطأها، أما إذا كان الطلاق رجعيا فإنه لا مانع من أن يطأها، لأن الرجعية يجوز وطؤها لزوجها. نعم. وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت 3. نعم، لتحقق الشرط، إذا قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى، تحقق الشرطان،
تحقق الشرطان فيقع الطلاق المعلق كله وهو ثلاث طلقات، واحدة بالذكر واثنتان بالأنثى. نعم. وإن كان مكانه، إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. وإن كان مكانه إن كان حملك، إن كان حملك ذكرا ها، أو ما في بطنك، أو إن كان ما في بطنك لم تطلق بهما. إن كان ما في بطنك ذكر، إن كان ما في بطنك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان ما في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين. هذا التصوير. نعم. فالحكم قال لم تطلق بهما، لم تطلق بهما، لأنه حين أصدر الطلاق لم، لأن هذا ليس تعليقا في الحقيقة، وإنما هو من باب الشك. نعم. يعني لأنه مثل الشرط المستحيل يعني. نعم. لأنه يلحق بالشروط المستحيلة يعني. إن صعدت السماء. أعيد العبارة. وإن كان مكانه، يعني مكان قوله إن كنت حاملا بذكر أو حاملا بأنثى. إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما، لم تطلق بواحد منهما، أما إذا حصل الاثنان الذكر والأنثى فإنها تطلق. نعم. أحسن الله إليكم. قول مكانه يعني مكان قوله الأول إن كانت، أي مكان يعني بدل قوله الأول. نعم. يعني إذا قال هنا إن كان حملك أو ما في بطنك ذكر أو أنثى لم تطلق بهما، نعم بهما، أما بأحدهما تطلق. نعم. حيث لم يتحقق ما اشترطه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من مهندس الصوت الزميل عبد الله بن عريف الحربي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.